فائدة. على سبيل المثال خام ESPO الروسي، وهو أحد الخامات المفضلة للمصافي الصينية، يتم تداوله اليوم بعلاوة تبلغ $2.85 للبرميل، بارتفاع قدره 55 سنتا منذ منتصف أكتوبر. في المقابل، وفي حال أقرت منظمة أوبيك بلس رفع الإنتاج، سترتفع المخزونات ب200,000 برميل يومياً في الربع الأول من العام المقبل. وفي حال تمديد تخفيض الإنتاج، ستنخفض المخزونات بنحو 1,700,000 برميل يومياً في الربع الأول من العام المقبل. وللمزيد ينضم إلي عبر زوم من الظهران الدكتور يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة سي ماركتس لندن. دكتور يوسف، أهلا وسهلا بك. بداية، التأجيل هل يعكس أولويات مختلفة للأعضاء في هذه المرحلة؟ وما هي ربما الاستراتيجية التي يتفق عليها الأعضاء في مقابل تباين يمكن في التكتيكات؟ أهلا وسهلا. الحقيقة التأجيل هو مطلب مهم، لو نتكلم عن الهدف المشترك لدى جميع، لكن في نظري أن الخلاف هنا يجي على مسألة أو تحقيق جميع الوعود التي تعهدت فيها الدول من ناحية تحقيق نسبة الإنتاج المطلوبة. فهنالك حاليا حوالي 2,300,000 برميل فائض في الأسواق، نصفها جاي حوالي من روسيا والعراق. فمساله ان شاهدنا ان بعض الاعضاء ليس لديهم قابليه او غير متشجعين لتمديد الاتفاق، انه هو الهدف منه عدم تراكم هذه الكميات والتاخر في تحقيق النسب التي تعهدت فيها الدول في العام 2020. لكن في نظري ان التمديد مهم، لانه في الاخير اذا كان هنالك في تاخر في انتعاش الطلب، خصوصا انه الباكسينز او اللقاحات ستاخذ وقت حتى تكون يعني متوفره بشكل واسع النطاق، ويكون لها انعكاسات ايجابيه على الطلب العالمي على النفط. في تصوراتنا احنا انه هذا لن يحدث حتى النصف الثاني من العام 2021. فلا نريد ان تزيد المخزونات في العام 2021 قد بوتيره يوميه توصل ل2,000,000 برميل او اكثر اذا في حال عدم تم الاتفاق. لكن في تصوري الحالي أن هنالك احتمالية كبيرة لتوصل إلى اتفاق بين دول أعضاء أوبك، وثم يعني اتفاق ثم مع الدول غير الأعضاء اللي هي مقارنة في روسيا. لكن دكتور يوسف، يعني هل مسألة أن يكون هناك تمديد إلى ما هو أبعد من الربع الأول صارت وراءنا الآن؟ أعتقد أن إذا قدرنا نحصل على تمديد لمدة 3 أشهر قد يكون هذا إنجاز حاليا في ظل الظروف الحالية، لأنه هنالك في الأخير مسألة الامتثال وكيف الدول ستتمكن من تعويض الكميات التي لا زالت فائضة في الأسواق. أعتقد أنه لو تمكننا حاليا من الحصول على 3 أشهر وكان هنالك في نسبة امتثال خصوصا لدى روسيا، العراق، نيجيريا وغيرها من الدول، هذه ستشجع في وقت لاحق الى تمديد الاتفاق لفتره اطول اذا كان هنالك حاجه. لا زلنا ايضا لا نعرف بشكل اكيد كيف سيستجيب الطلب العالمي على النفط في العام 2021، لكن اقل فتره تحتاج الاسواق هي 3 أشهر. دكتور يوسف، يعني كنت أتمنى أن نستكمل، لكن الصوت غير واضح كثيرا، نستكمل هذا الحديث في لقاءات مقبلة. دكتور يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي لسي ماركتس لندن.